الدجاج وكبير الشباب قدام شوفوا شبيه ما صدق ابو شبيه تعال شوفه صورة وجه هذا واحد راسمها يا ابو فهد وين واحد راسمها هو واحد يا رجال شف شف ها تعال شف هنا تعال شف هذا حوله تقريبا وينه ها هذا شوف حرف الاف تعال تعال يقول واحد راسمها شوف حرف الاف تعال 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 ومن بينحت لك في نص البر يا طيب تعال شوف تعال هذه حرف الاف منحوت ما اصدق ابو شبيب ها ما هذه لا بس الرسمه الاول الوجه طيب هذه منحوته شوف الوجه شوف الوجه الثاني مرسله العيون مرحبا ويصل ما شاء الله تبارك الرحمن نعل لازم يمر من نفس المحل اللي طلع اللي غرز فيه طلع الموتر ذا الحين ها هاي ولا راسي ما شاء الله تبارك الله
شوف اليوم وين جلستنا. ايش رايكم في المطل؟ نقعد نرطه مطل وهنا والبل ترتع استانسه عين الله خير. هنا 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 جنب الارطه. هيا الراشب الجاهرة. تحت الحين نقعد هنا نشوف المطل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اي تحت تحت احسن. ما شاء الله هذا أبلي متعود على النفود. شوف كيف تنزل معه شبه ما هو بقص شبه قص يعني. ما شاء الله بسم الله عليه الحوار. ما شاء الله تبارك الله. وين ملكيات؟ هو 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 ارهاو ارهاو ارهاو. هذا نايف هذا مرح. هو 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 تعال احذف لنا واحدة خبز. ايش عاد يجي من هالاجواء والسجة ما شاء الله. وتعال دجارة. وي دجارة. هذه جلستنا الشباب مظلين هناك يبون ظل. انا كنت قاعد هنا بالعكس اجواء حلوة وجايبين البطيخ اليوم بعد معنا. خلاص جاء الصيف والله اجواء ما تقولون بالصيف اليوم سبحان الله. غيوم واجواء هبوب باردة ما يبحر ولا يبسموم. طياح وصل النحر الناقة ما شاء الله. حوافي حوافي هذه بنت مخرب. هي هي وين تطلع من هنا؟ ما شاء الله
ولا بلاش. كيف المنظر؟ ما شاء الله نوت نوت هو 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 مبروك. وصخك اصور سناب تو سلف من موضوع الشبو يا اخوان. والله العظيم شيء المفروض نتكلم اكثر واكثر ويصير توعيه اكثر واكثر يا اخي. يخلي واحد يذبح ابوه، يخلي واحد يذبح امه، يخلي واحد. انا والله شكيت ان الدواعش يحطون شبو للصغار ويروحون يذبحون امهم. انا اول نستغرب، احنا تذكرون المقاطع اللي انتشرت الارهاب وذول الدواعش اللي يذبح امه اللي يذبح اخوه، والله قلت يمكن يحطون لهم شبو، لان هذا الشيء صار يسوي اشياء هو بعقله. اخر مقطع انتشر يا اخي سواق جايب يوصل معزبته من المدرسه ويرجعها، نزل طعنها وذبح، ما ذبحها الحمد لله انه طعن بس وصحب السلامه ومسكوه. شو السبب؟ والله ما ادري، ما ادري عن نفسي. ما ادري عن نفسك ليش تاخذ الشيء ذا؟ ولا الثاني نزل طعن راعي السطحه كذا بدون سبب يا اخوان، انتشر مقطع كلكم شفتوه. واللي ذابح عندنا في الدمام امه وابوه، حرقهم حرقهم حرق امه وابوه. فالله العظيم المخدرات كلها فيها بلا، بس هذا الشاب ودمار شامل. امريكيه مصوره ولدها عمره 20 قبل وبعد، وبعد ما استخدم الماده هذه بسنه وجهه تقل عمره يمكن 40 او 50، وجهه كله ابيض. والله انا وجه ابو شبيب اصفى منه، وابو شبيب ما شاء الله بالخمسينات. شيء 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 يدمر الواحد دمار. لكن انا ما ادري كيف اللي ذول يستخدمونه لهم، ما ادري كيف يحمسون، ما ادري كيف اللي يبيع هذا الخشيش بعد. المشكله انه يجيبونها من طرق انتم عارفين، ما من السعوديه ترى، جايه من برا. والله ما نقول الا الله يحفظ ديارنا بس، ويحفظ بلدنا ويحفظ شعب. بعدين اللي ما في خير في ديرته في بلده في اهل بلده ما يغار عليهم، ما في خير في الناس كلها، لازم يغار عليهم، لازم يتكلم بالمواضيع هذا. يعني شيء في توعيه، والحمد لله في المدارس توعيه في الامور لكن نبي يتكلمون عن الموضوع اكثر واكثر. الله يحفظنا بس من كل شر. بعد المقاطع اللي شفناها، اللي يطعن بدون سبب، اللي يذبح امه وابوه، اللي يذبح يحرق، واللي يسوي يعود.
عوافي ابو الجاره بالله كيف الحليب والله سكر ابو فيصل عوافي عوافي هلا لا لا خلاص بكره شربها شربها بكره اعطيها الدواء تبين فيتامين سي حق الصيف بغي نعطيها اليوم لكن بكره ان شاء الله عوافي هذا المقهور ما شاء الله يلا روح روح على الرحول اي عطى 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 لا هذه متعودة هذه تشرب متعودة نبي الحيران بس بس انجنتها هي 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 انجنتها هذه الاشغالة الحليب ها ها ما شاء الله بسم الله المقهور من هو؟ يا حذاري بالعكس المفروض تستمتع الحين شوف شوف كيف يفصل النظر شوف وش ها اشيلها عشانها خفيفه كذا وريهم الحركه بس حركه الطيبين يا سلام بب 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 حطها في الجيب ها ما يصلح توك تقول بتقول لغز ايه بس ما يصلح هو على الخاص اه يعني ما تبيع العام برايفت يا قلها طيب لا لغز لا يكون اللي شيء انت ما ادري ايش هي يا جننتنا فيها ذي كل يوم تبعدها ثلاث مره اخبر انا زمان ما كان في لغز الا هذا عبد الملك بن مروان شو اسمه ابوها لا مو بنت عمره عمره لا بنت لا 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 كل شيء كل شيء صحيح طبعا ما لا وان شاء الله نكون كلنا من اهل الجنه والمتابعين كذا ان لما يوم الجنه يعني طيب وش السؤال اللي قلته امس حق حاتم الطاي علمهم انا ابو حيد اي انت اللي قلته وش قلت هي عوني عليه من ها تقول رحم عزيز اقوم من ذل اي رحم عزيز هذا هذه ترى هذه البنت حاتم الطائي يا بنت يا حفيدة لا لا بنتها وحفيدته واسلمت الرسول عليه الصلاه والسلام اسلم علمهم يا سراها عند النبي قالوا له بنت يا حفيدة حاتم الطائي بنت قالوا لها قال ارحموا شلون هي قالت ارحموا عزيز وهي قالت رسول قال ارحموا عزيز اقوم من دل فك من الاسر واسلمت بعدها هي كانت اسيره هي ايه حروف الشعر واسلم اخوها معهم طيب بقى ابو شبيب الحين يعطينا قصه ولا يعطينا لغز ولا يعطينا وش لغزه وش يقول هو باللغه الفصحى طبعا اللغز يبغى له ذكاوه في الامر امير الامراء في حفر بير في الصحراء عرفتها عرفتها اتذكر جدي بعد كان يقول او قال الشباب ابو فيصل يحل اي قدمك يا ابو شيبي طيب اعطونا اياه حفر اميره من الامراء في بئر ما ادري وش من الصحراء صح؟ امر امير الامراء لحفر بئر في الصحراء حلو فكم راء في ذلك يلا كم في ايش؟ راء في ذلك الله يرحمه جدي كان يقول والله اني تذكرته اول ما قلت يا ابو شيبي اللهم امين اللهم امين دعوة يا اخوان ثلاث راء طيب انت كم تقول؟ ثلاث طيب ابو حمود انا اقول ستة 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 ثلاثة ستة. انا ثلاثة انا قد ثلاثة يلا اعطهم الجواب واحد سبعة 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 لا ما في تقول على مخك كذا لا لا سبعة 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 يلا علمها يا ابو شبيب جايبين ليه؟ احنا من جنبها ما جنبها
لا ثلاثة غلط. عيده عيده بالله. سبعة. عيده. أمر. ما أدري. هذا أول راء. أمير ثاني راء. أشمه. الأمراء ثالث راء. في الصحراء. رابع راء. البير. خامس راء. أيوة. وش بعدها؟ حفرة. حفر سادس راء. كم راء الراء السابعة؟ لا ثمانية. سبعة. ثمانية صح؟ سبعة. أنا يا أخي عطونا. أمير الأمراء. المؤمنين. أمير الأمراء ثلاثة حروف، أنا قلنا كذا ما. يلا يا عيال يلا. أنا أقول سبعة. يلا عطهم يا أبو شبيب. أنا أتوقع راء واحد. ما صار كلهم غلط. إيه عطهم عطهم الجواب. والله كلام أبو مستر. عطهم يا أبو شبيب. طيب. دقيقة دقيقة. هو من اللغز تعرف أمر أمير الأمراء بحفر بئر في الصحراء. خلص راء في ذلك. ولا راء. ذلك فيها راء. ولا راء. هذه هي. بدري. اللي يقول واحد اللي يقول سبع يا قدمة. الغنم على قول. يعني قدمة. عندك اسمه هنا أنا نهر. نهر. ومعك حبة برسين ورجال. هالبرسين ما يفتك عنده عند البلو هنا بعد. ها. ورجال وذيب ومعزة هنقول هلا هنا كل واحد نقوله لحد. عشان الذيب ما ياكل النعجه والخروف ما ياكل البرسيم صح؟ أيوة. هذه كذا يعني من يذكر احنا صغار هذه تو تحرك المخ يلا يلا حركها انا اللي اعرفه يا محمد انت جبت سته من وين جايب السته؟ يلا هو انا اللي اعرفه هنا ربطه برسيم ايوه وهنا عندك خروف ثلاثه ها الثالث وشو؟ لا فيها ذيب 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 وفيها خروف ثالث ذيب طيب وهنا انت حطيت ثلاثه ولا اربعه؟ اربعه طيب ذول الثلاثه وفي سفينه وهذا نهر وهذا نهر طيب وهنا بير هنا هنا يعني بر نقولهم لهين والله ما بعرف لا عارف هذه من زمان يلا ها سوى هي صح قديمه احنا نعرفها بس ناسينها الحين خروف برسيم ذيب رجال يلا انا راضيهم ايوه وين جبت الرجال يلا يلا انت راعي موديك خلاص حله وريهم ما بعرف لا 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 يلا قاعد نصور البطاريه ما فيه يبغى لها طيب شوية تفكير طيب بجيب الذيب وبحطه هنا المعزة بيأكل البرسيم لحظة بجيب ال برسيم وتحطه هنا الذيب بيأكل شو اسمه الغنم يدرى فيها وانت فيه يدرى فيها وانت انقل الخروف يا أخي لا طيب بشل الذيب وبشل الخروف وبشل البرسيم وبجيبهم ايوه وبرجع احط لا لا شبك بينهم لا لا شبك بينهم الخروف البرسين والذيب كلامه صح كلام عندنا واحطهم هنا وبرجع معي بلا شو اسمه بالخروف وبشيل الذيب وبجي هلا وبرجع جدا الله عليك من اليمن السعيد الله عليك هذه قديمه لا بس هو عارفها بس اتركها لا لا والله سوي لي اللغز صايد ابو مسعود قلت له ماني فاضي بس ما عرفت تحلها يا ابو مسعود ناسيها والله ناسيها ما حليت حتى قربت من اللغز ما ابغى اتعب نفسي ما يبي يا الله يا ابو مسعود والله كسول ما يبي يتعب نفسه بالتفكير قلنا المشي لا يقول ما ابي افكر باللغز مريح مروق يا عيال اكثر انسان مروق بحياتي شفته هذا ما شاء الله ايش اسمه اشغال يشبت نار قهوة والله رايق يا عيال والله هذه ما بشغل طيب اتحداك تكتب ابو مسفر هرن تقفقف فقفز اكتب ولا اقول بطتنا بطت بطن بطتكم خلاص قول طربال طربال نابو طربال ما طربال نابو طربال طربال نابو طربال ما طربال نابو سبع مرات اه اسلم تجبل الكرشه وهنا نفس الوضع انا وياك يلا اسلم ها انحف زيد انحف انا وياك اصمل معي يا رجال يقول ابد انا بنحف يا ابو فيصل اصمل ولا جاء الليل تق من هالحلا ما شاء الله ليه ياكل ثلاث مرات حلا ما شاء الله طالعين من المحطه قلت يا اخوي ناكل مره واحده بس يطلع المحطه ياخذ لا داخل المحطه قاعد ياكل عادي داخل لا لازم نقولهم عشان 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 تقتنع وتنحف شبت نار وقهوه وقاعدين نسولف اي عطهم اهدم بهدم بثلاثي باربع بالخمسة قداسي سمبل بمبل ومنيبل شدع وردع وقرابة هاي ابو شبيب هاي لعبة اطفال زمان يلعبونها على الرمل هاي ابو شبيب تعرفها اذا احد منكم يعني حان هذا يلعب حافظها عرفها ابو شبيب وهي عادة اظنها
عدد ونلعب لهذه الالغاز اللي هم يلعب حق جن ذا وشياطين، هذه اسامي جن. ها اسامي جن هي.